اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد، الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرب من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. اللهم صل على محمد وآل محمد، الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك، وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك. وهذا شهر نبيك سيدي رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامي وإعظامه إلى محل حمامه. اللهم فأعنا على الاستنان بسنتي فيه ونيل الشفاعة لدي. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا، واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا. قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار برحمتك يا أرحم الراحمين.